التوتر والتصعيد هو سيد الموقف بالفعل في هذه المنطقة الشمالية، ولكن دعيني أشير إلى آخر التطورات. فقط قبل ساعتين تقريبا من الآن كانت قذائف الهاون قد أطلقت من عدد من المواقع في الجنوب اللبناني نحو هاردوف أو ما يعرف أيضا بمزارع شبعة. إضافة لذلك كان هناك إطلاق لعشرين قذيفة صاروخية من الجنوب اللبناني نحو عدد من المناطق في الجليل الأعلى، بالتحديد نتحدث عن عرب العرامشة، استهدفت ب18 صاروخا ولكن سقطوا في مواقع مفتوحة وبالتالي لم يكن هناك إصابات. أيضا بالرغم من الأعداد الكبيرة من الصواريخ كان هناك أيضا صاروخ مضاد للدروع، 3 صواريخ مضادة للدروع قد أطلقت من الجنوب اللبناني وبالفعل سقطوا في على قوة عسكرية في مستوطنة ما تعرف بنتوعاء أو حتى هي المنطقة بشكل تحديد قبالة عيتا الشعب وأيضا قبالة الرميش والمناطق اللبنانية، ما أدى هذا بنهاية المطاف إلى إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح، منهم إصابات خطيرة على الأقل، واحدة إصابة خطيرة جدا، وبالتالي تصعيد بالفعل كبير. القوات الإسرائيلية كانت قد ردت على إطلاق هذه الصواريخ اليوم بالمدفعية الإسرائيلية، يعني منذ صباح اليوم حتى ساعات المساء بالفعل لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن إطلاق القذائف على عدد من المناطق في جنوب لبنان. إضافة لذلك الطائرات الحربية والمسيرات التابعة للجيش الإسرائيلي كانت قد قصفت عدد من المواقع في الجنوب اللبناني، وبالفعل تهديدات كبيرة من قبل القوات الإسرائيلية ومن قبل الجيش الإسرائيلي لحزب الله والجنوب اللبناني، كانوا قد توعدوا برد عنيف، وبالفعل الاستهدافات كانت بالكاد تتوقف منذ صباح اليوم. بطبيعة الحال بالأيام الماضية كنا نشهد أن التوترات والتصعيد يحدث في ساعات الظهيرة أو ساعات المساء والعصر، ولكن باليومين الأخيرين بتنا نشاهد أن التصعيد بدأ منذ ساعات الصباح. نعم.